السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أجيس عرفة، المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. صدمة قوية من سويسرا تجاه البوليساريو. تلقت جبهة البوليساريو صدمة جديدة وهذه المرة من سويسرا، حيث جددت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارلين كلير سوتر رئيسة قطاع العدل والشرطة التأكيد على موقف الكونفدرالية السويسرية المتمثل في عدم الاعتراف بالكيان الوهمي للبوليساريو. وفي معرض جوابها على سؤال شفوي بالجمعية الفيدرالية السويسرية، دافعت السيدة كلير سوتر عن صواب حكم المحكمة الفيدرالية الصادر في غشت الماضي، والذي تضمن رفض الاستئناف الذي قدمه شخص يطعن في قرار السلطات السويسرية المتمثل في رفضها عند تجديد تصريح اللجوء الخاص به إدراج عبارة الصحراء الغربية في خانة الجنسية، مسجلة أن هذا الحكم قدم تصحيحا ضروريا كفيلا بضمان دقة المعلومات الواردة في نظام المعلومات المركزي حول الهجرة والتثبت من مطابقتها للموقف الذي تدافع عنه الحكومة الفيدرالية على الصعيد الدولي. وأكدت أن هذا النهج يتوخى تحقيق هدف المصلحة العامة ما فيما يتعلق بتناغم السياسة الخارجية السويسرية، موضحة أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار المعطى الذي يفيد بأن سويسرا لا تعترف بالكيان الذي يحمل تسمية الصحراء الغربية. وجددت الكونفدرالية السويسرية من خلال القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية لمرات عدة وعلى مختلف المستويات دعمها لجهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تطلع به في العملية المتعلقة بقضية الصحراء. وإذ تعبر سويسرا عن قناعاتها بأن المفاوضات تشكل المسار الوحيد الكفيل بتمكين من التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من كلا الجانبين، فإنها تؤكد أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على التوافق، مع الأخذ علما في هذا السياق بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أوضح القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية أنه ليس هناك وجود لتمثيلية رسمية للبوليساريو لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ولا لدى المجلس الفيدرالي. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.